النهارده عندنا حلقه مخصصه للمناقيش. زي ما احنا تعودنا هنعرف نعمل ازاي العجينه، هنعرف ازاي نسويها، وهنعرف ازاي نخزنها. العجينه هنا نص مقدار. تاني انا دايما باكد عليكم ان احنا على الهوا بنعمل نص مقدار، لان بنبقى مجهزين اصلا مقدار قبل الهوا، فما فيش داعي ان احنا نجهز مقدار كامل. فبس عشان ما تتخضوش ان الكميه اللي هتطلع قدامكم اكتر كتير من الكميه اللي قدامي، ده نص المقدار بالظبط. تقدروا تعملوا كده في البيت اذا انتوا عايزين المقدار يبقى اقل. 5 كوبايات دقيق، 4 معالق سكر، معلقتين ملح او رشه ملح حسب ما انتوا عايزين، 2 كبار خميره فوريه، 2 كوبايتين ميه دافيه، 4 معالق لبن بودره، علبه زبادي من غير الميه بتاعته، العلبه الصغيره اللي احنا بناكلها، 1 كوبايه من زيت الزيتون. المقدار اللي قدامكم نص مقدار بالظبط. اعمل ايه؟ احط كل المقادير الجافه على بعضها الاول، الدقيق عليه الملح عليه السكر عليه اللبن البودره عليهم الخميره الفوريه، تقليبه. ادي المقدار الجاف هنا. الواحد الاول كان بس يشوف الكاميرا طبعا ايه، يحس طبعا بفضل ربنا في الاول وفي الاخر، يبقى مش عارف هو عايز يقول ايه ولا يروح فين ولا يجي منين. فلو ما فيش حد بيسبورت وبيشجع الدنيا تبوظ. حطينا المقادير الجافه كلها على بعضها، لا دي حقيقه. والزيت، وممكن نستخدم زيت ذره لو احنا مش عايزين زيت زيتون، وبعدين نحط الزبادي. وبعدين هشغل دلوقتي على سرعه اقل هاديه خالص، وابتدي انزل الميه واحده واحده لحد ما العجينه تلم. اوقف ميه، لازم العجينه تلم معايا قبل ما اوقف الميه، لازم اقعد اعجن فيها 10 دقائق بعد ما تلم عشان تبقى مش مخرزه، ولازم تبقى طريه شويه، لان العجينه لو نشفتها وقستها قوي وبعدين سبتها تخمر يعني النتيجه ما بتبقاش احسن حاجه. حتى لو اهم حاجه عندي انها تكون ما بتلزقش، بس غير كده لا، احسن لي انها تكون طريه شويه. انزل بقى بالميه واحده واحده واوقف وانزل كل اللي على الجناب اهو. اهو كده، وبعدين اشغل، وبعدين ابتدي انزل الميه واحده واحده اهو، وابتدي انزل الميه. ما فاضليش كتير على فكره، لانها بدات تلم اوريدي اهي. اول ما تسيب جناب العجان وتبتدي تلف مع سلاح العجان هوقف الميه. شكرا. بس اسيبها بقى تتعجن لمده 10 دقائق. بعد ما اتعجنت لمده 10 دقائق هغطيها واحطها في مكان دافي وضلمه لمده من نص ساعه لساعه حسب المقومات اللي حواليها وحسب نوع الخميره وحسب الكميه. من نص ساعه لساعه المفروض تكون خمرت. بعد ما تخمر ابتدي اشكل وابتدي اسوي. التسويه اعلى حاجه في الفرن، اعلى درجه حراره في الفرن. الشوايه شغاله لو موجوده، فوق وتحت شغالين، والرف اللي في النص. طب انا عايزه اخزن، هخزن بطريقتين. يا اما بعد ما اسوي هخزنها واطلعها اديها التوبنج اللي انا عايزاه في ساعتها، يا اما هخزنها وبعد ما تخمر، بعد ما توصل لمرحله الخمران. اوريكم بس الشكل اللي عندنا اهو، اخمرها وبعدين اشيلها كور كده واطلعها عند الاستخدام، او اسويها واشيلها مستويه واطلعها على التوبينج. بس الطريقتين صح، وانتوا اللي انتوا عايزينه اعملوه.